من فترة سمعنا مشكل لإلك مع إليسا وأخذ ضجته وحيسياته إلك 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 من زمان. اليوم عم نشوف السيناريو عم يتكرر مروان مع زياد برجي، وأنا بعرف إنه أنت يعني بأغنية لو اللي صار معك تقريبا صار وبطير مع زياد، أنت دائما بتاخذ من يم الملحن. أي. عندك وجهة نظر بك اللي عم بصير، قادر تبرر وجهة نظره لزياد برجي بهالموضوع؟ لا لا، سألت كثير عن هالموضوع، يمكن لأنه بيعرفوني أنا من أول المدافعين، وهيدي بقولها بفخر هالموضوع. سوري، وقت كنت أنا عم بحاول علي الصوت ونحاول نعمل كوميونيتي للملحنين، إنه يا جماعة بلشوا احفظوا حقوقكم مع شركات الإنتاج، لأنه بدنا نوع من الثقافة الحقوق، ونحن كنا عارفين إنه رايحين على جيل ثاني اللي هو الديجيتال، وحتصير الامور كثير دقيقه، بس بذات الوقت حتصير فيها مردود مادي، والحقوق حتكون لازم تكون واضحه جدا تيعرف المغني شو عنده حقوق، والشاعر والملحن وشركه الانتاج. بقول مثلا اللي صار مع اليسا، اليسا كنا بحديث مره قالت لي انا ما كنت عارفه انه انا ما لي حق اذا شركه الانتاج هي الاغاني، لان ما لي حق انا انزل اغانيه. فما بلا ما لك حق، لانه هودي الاغاني في شركه منتجه وفي ملحن وفي شاعر، سو حتى المغنيين ما كان يعرفوا حقوقهم وين بتبتدي وين بتنتهي. تمام. كمان ذات الشيء بينطبق على الملحنين، في كثير ملحنين لاخر مرحله ما بيعرفوا وين حقوقهم بتبتدي وين بتنتهي، لذلك انا كان عندي مش مشكل، بس كنت دائما علي الصوت انه يا جماعه حقوق الملحن هي ابدا من اي حدا تاني، كان يصير هالكلاش هذا اللي هو ما له مشكل، هو كلاش انه انا لا في حقوقي. وقت صارت القصه تبع اغنيه لو، فعليا كانت وجه تحيه لشركه روتانا، انا ما عندي شيء ضدهم، بس هن وقتها كانوا طالبين عقد معين اللي هو بسموه نشر، انا قلت لهم ما بيناسبني هالعقد، بالوقت اللي 90% من الملحنين كانوا رايحين بهالاتجاه، يمكن لهم مصلحه، بس عم يكتشفوا كلهم سوا هلا، كلهم انه لا انا ما فيني اعطي حقوقي بشكل عبثي، لازم تكون البنود واضحه تتحفظ لي حقوقي. نحن باختصار ما بدي اقول اشياء تقنيه اللي عم يسمعنا، لما انا بدي اجرب افهم يعني بهيدا الكيس نحن بنعطي مع زياد واليسا ما بعرف الحق شو الحق لعلمين، الحق لمين، مين غلطان مين صح، ما بعرف كيف معمول التنازل، كيف معمول التنازل او السماح بنسميه نحن، كيف معمول بيناتهم. القانون اللبناني يحمي حقوق الملحن لاخر نقطه، لاخر المشوار، حتى لو الفنان اديها وغنيها بحق إيه يرجع هو يغنيها. لا لا لا، في شغله لازم يعرفوها الناس. أنا وقت اللي بعمل أغنية كلماتي ولحني مثلا، أنا بسمح للملحن للمغني إنه يقدم هالأغنية بصوته، وبسمح لشركة الإنتاج إنها تنتجها، وهن بيوزعوا الأغنية موسيقيا، وهن بيدفعوا التكاليف، وهن بيدفعوا الفيديو كليب، سو في مصاريف عليهم، وبتتقدم هالأغنية. بس أنا وقت اللي بدي أغني أقدم غنيتي على المسرح، بدي أقدمها بأي مطرح، حبيت أعطيها بعدين لحدا تاني، أنا إلي حق، لأنه بس إلك حق تصورها وتنزلها فيديو كليب؟ إلي حق بالمبدأ. عن جد؟ إي، بس ما بعملها. يعني اللي عمله زياد غلط؟ لا، إله حق يعملها، بس وقت اللي بيوقع المشكل ما بيعرف في بروتوكول. في بروتوكول نحن بنسميه بروتوكول. مرة قلت كلمة أخلاقياً يمكن زعجوا البعض، كلمة في بروتوكول بيقول إنه أنا كملحن بما أني أعطيت الأغنية لفنان، أنا بروتوكولياً أنا قدمت لك شغلي تستغليها، أنت تستغليها، ما أنت ما بتستطيعي أنت أنك تشتري أغنية، ما فيك تشتري أغنية، أنت بتستعيري الأغنية بتستعمليها بتغنيها على المسارح، بتعمليها ألبوم، بتنزليها ديجيتال، وبيستفيد منها المغني بعدين بحفلاته، وشركة الإنتاج بتستفيد من المردود المادي اللي هو صار من الديجيتال. طيب. ومن غيره ومن غيره. إذا الشاعر أو الملحن حب يغني الغنية بغنيها بعدين، بيترك هالمجال هيدا، يعني أنا ما بعطي أغنية اليوم تاني يوم دغري أنا بنزلها أو بغنيها، أو ما أنه أنا بنزلها فيديو كليب برجع أنا بعمل فيديو كليب، لأنه بقول لك ليه؟ لأنه صار مشكل بيناتهم، يعني صار نوع من انكاية، صار انكاية وتحدي، انكاية انه انا بدي اتحديك رح نزلها، بتحديك بالقانون في يعملها، وتهيك رجع هو يربحها، بس انا ما بقدر اعرف الحيثيات من جوا. لو هو عاطي مثلا تنحسب للشركه اللي اخذتها، او هي لو عاطيها نشر لا ما بيقدر يتصرف، بده يرجع للشركه الناشره وبده ياخذ اذن من الشركه الناشره.